كيف يعمل النظام الانتخابي الأمريكي؟ على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تجرى بنظام الاقتراع المباشر عبر إدلاء الناخبين بأصواتهم في مراكز الاقتراع، فإنها مجرد خطوة نحو اختيار الرئيس ولا تكفي لحسم اسم صاحب المنصب الذي يبقى رهنا بالمجمع الانتخابي. لذلك ومن أجل فهم نظام الانتخابات الرئاسية يتعين توضيح آلية عمل النظام الانتخابي الأمريكي الذي يختلف عن الكثير من النظم الانتخابية الأبسط، وهو على الشكل الآتي: أولاً، يختار الرئيس الأمريكي مرة واحدة كل 4 سنوات، بينما يتم اختيار أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان مرة كل 2 سنوات، ويتم اختيار أعضاء مجلس الشيوخ وهو الغرفة الثانية للبرلمان مرة كل 6 سنوات، وتجرى الانتخابات كل 2 سنوات لتجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ. ثانيا، يوم 8 نوفمبر لا يتوجه الأمريكيون لاختيار رئيس بلادهم فحسب، لكن لاختيار 435 عضوا في مجلس النواب و34 عضوا في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أعضاء عدد من المجالس المحلية تبعا للولاية والمقاطعة والمدينة والمنطقة الانتخابية. وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ على 3 مراحل، يتم انتخاب 33 من أعضائه في المرحلتين الأولى والثانية، بينما يتم انتخاب 34 عضوا في المرحلة الثالثة. ثالثا، بالرغم من أن انتخابات الرئاسة الأمريكية تتم عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر بأن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع ويختاروا بين المتنافسين، فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد. فالمرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين لن يكون بالضرورة الرئيس القادم للبلاد، بل سيظل مصيره رهنا بيد مجموعة تسمى المجمع الانتخابي أو الكلية الانتخابية، وبالإنجليزية The Electoral College. رابعا، المجمع الانتخابي أو The Electoral College هو مجموعة من الأشخاص الذين ترشحهم كل ولاية ليصبحوا ممثلين لها في فترة الرئاسيات، وتختار بعض الولايات ممثليها بالتصويت الشعبي عبر وضعهم على ورقة الاقتراع، وهناك ولايات أخرى تختارهم خلال المؤتمرات العامة للأحزاب في الولاية، أو يختارهم الكونغرس المحلي لكل ولاية. خامساً، يختلف عدد أعضاء المجمع الانتخابي تبعا لمجموع سكان الولاية، ولكن يمكن اختصار الأمر بالقول إن مندوبي الولاية في المجمع الانتخابي هو مجموع عدد ممثليها في مجلس النواب زائد 2، وهو العدد المخصص لتمثيل كل ولاية في مجلس الشيوخ، ويخصص عدد الممثلين في مجلس النواب استنادا إلى عدد سكان الولاية. سادسا، لكون العاصمة واشنطن بحسب الدستور الأمريكي غير ممثلة في الكونغرس وهو البرلمان بغرفتيه، فإن سكانها يمتلكون حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، وقد تم تخصيص 3 مندوبين لتمثيلهم في المجمع الانتخابي. وبذا يصبح أعداد مندوبي الولايات في الانتخابات الرئاسية لسنة 2016 هو عدد أعضاء مجلس النواب زائد عدد أعضاء مجلس الشيوخ زائد مندوبي واشنطن، وهو ما مجموعه 435، وهو عدد أعضاء مجلس النواب وعدد أعضاء مجلس الشيوخ وهم 100 زائد مندوبي واشنطن 3، ويصبح العدد الإجمالي 538. ثامنا، ومن أجل أن يفوز المرشح في الانتخابات عليه أن يحصل على نصف العدد الكلي للمندوبين زائد 1، أي في هذه الحالة 270 صوتا. ويقوم المندوبون بالتصويت على الرئيس الأمريكي القادم وعلى نائبه بواقع صوت واحد لكل منهما. تاسعا، في معظم الولايات عندما يفوز المرشح بالتصويت الشعبي فإنه يحصل على أصوات جميع مندوبي تلك الولاية. فعلى سبيل المثال، لو أن الناخبين في إحدى الولايات منحوا 750 ألفا من أصواتهم لصالح المرشح سين، بينما حصل المرشح عين على 500 ألف صوت فقط، فإن جميع مندوبي الولاية سيمنحون أصواتهم للمرشح سين. وتثير هذه النقطة جدلا واسعا حول جدوى التصويت الشعبي، طالما يلعب المجمع الانتخابي الدور الأهم في اختيار الرئيس، غير أن التقاليد الأمريكية الموروثة تتمسك بهذه الآلية. عاشرا، يستثنى من القاعدة التاسعة سكان ولايتي ماين.
بأربعة مندوبين ونبراسكا بخمسة مندوبين، اللتين توزعان أصوات مندوبيهما وفق القوانين المحلية للولايتين على النحو التالي: يحصل المرشح الفائز في التصويت الشعبي على صوتين، ومن ثم يمكن للفائز أن يحظى بمزيد من الأصوات المتبقية للمندوبين بحسب عدد المقاطعات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، وهي 2 في ولاية ماين و3 في ولاية نبراسكا. 11. رغم أن المندوبين غير مجبرين على التصويت لصالح المرشح الفائز بالتصويت الشعبي داخل الولاية التي يمثلونها، فإنهم في الغالب يتبعون قاعدة أن الفائز يحصل على كل شيء، لكن قوانين 25 ولاية تفرض على مندوبيها التصويت للفائز، بل تفرض عقوبات متفاوتة عليهم في حال عدم التصويت للفائز، بينما تترك بقية الولايات لممثليها حرية الاختيار. 12. في حال عدم حصول أي من المرشحين للرئاسة على نسبة النصف زائد واحد، تحال أسماء المرشحين الثلاثة الأوفر حظا في تصويت المجمع الانتخابي إلى مجلس النواب للتصويت عليهم، وبواقع صوت واحد لكل ولاية من الـ50 التي تشكل الخريطة الأمريكية. وطبقا لهذا التصويت الذي يستند للمادة 12 من الدستور، لا يكون للعاصمة واشنطن أي صوت لأنها غير ممثلة في الكونغرس بحسب الدستور. 13. في حال عدم حصول نائب الرئيس على نسبة النصف زائد واحد، يحال أمر اختياره إلى مجلس الشيوخ، حيث يمنح لكل ولاية صوت واحد من أجل اختيار النائب. 14. أما إذا لم يستطع مجلس النواب اختيار رئيس للولايات المتحدة قبل حلول موعد التنصيب، وهو 20 من جانفي، يقوم نائب الرئيس بتصريف شؤون البلاد حتى تمام الأمر. وفي حال عدم الاستقرار كذلك على اسم نائب الرئيس، توكل مهام الرئيس لرئيس مجلس النواب لحين حسم منصبي الرئيس ونائبه من جانب الكونغرس. 15. بعكس الكثير من الأنظمة الانتخابية في العالم، فإن تنظيم الانتخابات الأمريكية ليس مركزيا ولا تموله السلطات الفيدرالية للبلاد إلا بقدر ضئيل للغاية، وإن كان يتم بتزامن وتناسق معقول، وترعى كل ولاية تنظيم وتمويل الحملة الانتخابية فيها، وهي التي تختار المسؤولين عن فرز الأصوات، بينما تقوم الدوائر الانتخابية بتنظيم عملية الانتخاب وضوابط التصويت وتحديد مراحله ومواعيده المختلفة. 16. من أجل منح حرية التصويت لأكبر عدد ممكن من الناخبين، زود النظام الانتخابي الأمريكي الراغبين بالاقتراع بفرص عدة لفعل ذلك، منها التصويت الغيابي، وهو أن يقوم المقترع بتقديم طلب رسمي لتزويده ببطاقة الاقتراع الغيابي، والتي سيتم إرسالها له ليقوم بملئها وإرسالها إلى المجلس الانتخابي لمنطقة سكناه عن طريق البريد أو الرسائل الإلكترونية أو الفاكس بحسب ما تسمح به قوانين ولايته.